السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجي نقول لك لما عندك هاد العشية ما ديري الوليدات وعكزانة والصهد، غادي نقترح عليك واحد الوصفة سهلة مهلة كتجي غزالة. غتحتاجي فيها مطيشة مطحونة، غتحتاجي فيها الفلفلة مقردة ولا شامبينيو شنو عندك، غتحتاجي فيها الفرماج محكوك وشوية زيت البلدية، غتحتاجي الزعتر أو لوريغون، الملح والبزار، وباغيت الا عندك باغيت قاصح ما رميوهش. دونك نشدو غادي نديرو غادي نشدو زيت البلديه، او اي باردون غادي نحتاجو زيت البلديه حتى هي. غنشد زيت البلديه غندهن بها هذيك الباغيطه اللي عندي، سا بلو سامبل. غنشد الزعتر غنزيدو في مطيشه محكوكه. ديري الزعتر، كون ما قويتي من الزعتر تعطي واحد النكهه زوينه. غنحل القرعه باش يهبط ليا بزاف. هانتي شوفي، تندير البزار تندير الملحه، الملحه على حسب الذوق، تنحرك مزيان. وغادي نديرها على داك الباكيت اللي يبسلي ولا يمكن لك تشريه جديد. شوفوا مزيان، بغيتو ديروه بمعلقه ماشي بشيتا، ديروه باش ما بغيتو اللي عندكم موجود كيقضي حاجه. هادي هتشدي الفلفله هتحطيها ولا الشامبينيون شنو عندك موجود، هوب باش كتعطي المذاق زوين ملي كتشوى. هوب كنشد الفرماج محكوك وكنديرو على الباغيطه ديالي. هوب وكنزيد ضروري من الفوق الزعتر. عندي فوالا، عندك الزيتون كحل كتحطي الزيتونات كحلين هكا فوق فوقهم وتدخليها للفران حتى داك الفرماج الفوق تيدوب. هاهي تحطها في باش تدخل الفران. نكمل الاخرين ونرجع معاكم. ها هي النتيجه النهائيه. هنا درت قول باغيطه وربع. دونك لا كانت لما كان عندك ما يدار هاد العشيه سيري الفران جيبي باغيطه ولا جوج بدرهم وعشي الوليدات. يلا انا ندخلها الفران ونعاود نرجع لعندكم. ها هي الباغيطات، نص باغيطه معمر من بعد ما طاب. بالصحه والراحه، جربوها وردوا عليا. في امان الله، خليتكم على خير.